النوع التاني من القوة المهم جدا اللي احنا لازم نتعامل معاه اللي هو لا يبذل اي وورك هو القوة العمودية على اتجاه الحركة، لان انا عندي الورك اصلا بيساوي البرودكت بتاع الفورس في الديسبليسمنت، وده بيبقى فيكتور برودكت. والفيكتور برودكت لو انت بتتكلم على ان الاتجاهين متعامدين على بعض زي قوة الوزن دبليو اي ساين سيتا و الاتجاه بتاع الحركة، فانت بتتكلم ان هي بتبذل هنا وورك صفر دبليو بي ساين سيتا واتجاه الحركة الاتنين متعامدين على بعض، فهنا دبليو بي ساين سيتا هتبذل وورك بيساوي صفر. يبقى ما هي القوة اللي هتبذل عندي وورك؟ ابدأ هنا اعرف ان هي عبارة عن حاجتين فقط لا غير، هما قوة الفريكشن، ودي دائما وابدا بتبذل وورك لان دي بتعوق الحركه. وطبعا احنا بنتكلم هنا على الكاينيتيك فريكشن، الاستاتيك فريكشن لا يبذل وورك لان ما فيهوش ديسبيسمنت اصلا. كل الاستاتيكس ما اقدرش اطبق فيها مبدا الورك والانرجي لان ما فيهاش اي سرعات وما فيهاش اي ديسبيسمنت، ببدا اتجه للفري بودي دايجرام وقوانين نيوتن. ولكن هنا الكاينيتيك فريكشن في حركه، بالتالي دايما احط في دماغي ان الفريكشن هيبذل وورك، وفي نفس الوقت الفريكشن زي ما هو هيعوق الحركه لازم انا ادور على الفورس اللي هتبذل وورك عشان تسبب لي الحركه اصلا، الا وهي الدبليو اي كوزاين سيتا بالنسبه لبي والدبليو بي كوزاين الفا بالنسبه للبلوكه بي. بالتالي هنا انت بتتكلم على انت فهمت الكاينيتكس ككونسبت بتاع المساله كله على بعضه، ان انت عندك هنا الوزن بتاع ايه هيزقها لتحت، يبدا الفريكشن يعوقه، بالتالي هيبقى في فرق ما بين الاثنين يدي لايه سرعه لان الجسم اتحرك خلاص. بالنسبه لبي هيبقى في ان الوزن والفريكشن الاثنين هيعوقوا الحركه عندك عشان تبدا تطبق الكونسبت بتاع الورك والانرجي، مش على ايه بس ومش على بي بس، لان انت لو هتطبق على A بس وبي بس هتلاقي ان قوة الشد في الحبل ستبذل ورك. ليه؟ لان هي هنا اللي بتعوق الحركة بتاعت A في نفس اتجاه الحركة ولكنها لفوق، وبالنسبة لبي هي اصلا اللي بتسبب الحركة بتاعت B، الشد ده بيرفعها لفوق والوزن والفريكشن هما اللي بيقاوموا، ولكن احنا هنطبق الورك والانرجي على السيستم ده ككل. عشان كده بقول لك ان الشد في الحبل هنا هيلاشي بعضه، وبالتالي مش هستخدمه غير لما يكون في الفري بودي دايجرام لكل جسم، وبالتالي الشد في الحبل مش دايما لا يبذل وورك، ولكن قوه رد الفعل دائما وابدا لا تبذل اي وورك. يبقى بتبدا تشوف عندك الفري بودي دايجرام، تبدا تجيب الاول قوة الفريكشن. عندي قوة الفريكشن بالنسبة ل FA بتساوي ال NA في الميو كاينيتك، قوة الفريكشن بالنسبة ل FB بتساوي ال NB في الميو كاينيتك، فانت بتبدأ تعمل سيجما الفورس في اتجاه ال Y بالنسبة لل MA، تبدأ ترجع للفورسز تاني وتبدأ تقول ان انت مفيش عندك حركة في اتجاه ال Y، بالتالي ال NA انا عايز اجيب ال NA عشان اجيب منها الفريكشن، مش عشان ال NA اصلا بتبذل ورك لان هي لا تبذل ورك، عايز اجيبها عشان الفريكشن. بالتالي هقول ان ال NA ال NA بتساوي ال WA ساين سيتا، وال NB بتساوي ال WB ساين الفا لان مفيش حركة في اتجاه ال Y، بالتالي الاكسيريشن هتبقى بتساوي صفر. طيب نبدا، ده الاستفاده الوحيده اللي انا خدتها من الفري بودي دايجرام بتاع A وبتاع B، ان انا اجيب قوه رد الفعل عشان ابدا اجيب الفريكشن هيبقى الرقم بتاعه شكله عامل ازاي. ابدا اطبق الورك والانرجي كونسبت على السيستم از هول كله على بعضه، فابدا اقول ان انا عندي في لحظتين او في حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا في قوة ستبذل ورك موجب، ألا وهي القوة اللي بتسبب الحركة أصلا. فأبدأ أقول إن أنا عندي الـ WA كوزاين
سيتا. انا عايز اعرف القوه بتاعتي هتروح فين، ايه هي اللي بيسبب لي وايه هو اللي بيعوق لي الحركه. الدبليو اي كوزاين سيتا هي دي السبب والمصدر الرئيسي للانرجي في المساله عندك هنا. طيب ايه هو اللي بيعوقها وايه هتروح فين بعد ما نخلص المساله؟ هتلاقي الدبليو اي كوزاين سيتا بيقاومها الاف اي، يبقى من الناحيه الثانيه هقول هنا دبليو اي كوزاين سيتا مضروبه في الديسبيسمنت بتاعت A، وهقول ان هي بتساوي، هحط حاجات هنا وهحط حاجات هنا. الحاجات اللي بعد علامه اليساوي دي السله اللي الدبليو اي، اللي الدبليو اي كوزاين سيتا في الاس اي او الانرجي بتاعت القوه دي ستبذلها، دي ستتلاشى وتروح وتتحول فين؟ هتتحول ان هي تتغلب على الفريكشن رقم واحد، يبقى اف اي. في اي حاجه تاني بالنسبه لاي؟ مفيش اي حاجه تاني. طب بالنسبه لبي هلاقي ان هي هنا في فريكشن بالنسبه لبي زائد اف بي، لان هنا لو جيت نزلت دي لتحت كان انا اللي ببذل بايدي دي بزقها لتحت، ولكن في الواقع هو الوزن. انا هفترض ان انا بزقها لتحت، هلاقي ان اللي بيعوقني الفريكشن الوزن بتاع دي والفريكشن بتاع بي، فاقول زائد دبليو بي كوزاين الفا. طيب دي بالنسبة لي بتتكلم على ان القوة دي بتحط بعد اليساوي دي حاجتين. الحاجة الاولانية ما سيعوق الحركة بتاعتك، على الشمال بتحط مسبب الحركة، المصدر الرئيسي للإنرجي داخل المسألة عندك، ولكن على اليمين من اليساوي بتحط الانرجيز دي هتروح فين. هي هتروح في حاجتين، الحاجة الاولانية هي اعاقة فريكشن او قوة في عكس اتجاه الحركة اللي هي الوزن ديت، وبعد كده هتروح في ان انت بعد ما تخلص الحركة خالص ايه اللي هيحصل. هتلاقي ان الاي بتتحرك بسرعة معينة بعد ما انت سبتها من الريست، والبي بتتحرك بسرعة معينة بعد ما انت سبتها من الريست، فانت بتتكلم ان هي هتلاقي نص ام اي في الفي اي تربيع زائد نص ام بي في الفي بي تربيع. يبقى انت كده استخدمت مبدا الورك والانرجي في ان انت تشوف ايه هو مصدر الانرجيز اللي عندك. زي ما انا في محرك الاحتراق ببدا اشوف ان كميه الوقود دي هي مصدر الانرجي، طب هتروح فين كمعوقه للحركه؟ بتكلم على الفريكشن وبتكلم على معوقة الهواء. طب هتروح فين ان هي تحقق لي الحاجة اللي انا عايزها اصلا من الانجن ده، ان هي تديني سرعة. فابدا احط على الشمال الوقود، وابدا احط على يمين اللي يساوي الفريكشن والهواء والسرعة اللي انا عايز احصل عليها. عملت هنا نفس الكلام. الوقود بتاعي هو الدبليو اي كوزاين سيتا، قوة الوزن بتاعت اي عشان السطح مايل. الفريكشن بتاعي او المعوقة في اف اي وفي اف بي وفي القوة بتاعت بي اللي عكس اتجاه الحركة. انا عايز احصل على ايه؟ سرعة ايه وسرعة بي، كينيتك انرجي ايه كينيتك انرجي بي، ده اللي انا عايز احصل عليه. هي دي الفانكشن من الماشين دي اصلا. طيب معايا كل الكلام ده، قال لي هنا ان الاس اي بتساوي، هو هنا ما قاليش الاس اي، قال لي الاس بي، يبقى معيش اس اي. معايا الفريكشن ومعايا الكتل بس معيش السرعات. محتاج علاقة ما بين السرعات وبعضها. دايما تفتكر ان لما يكون عندك في مسائل فيها تنشن وفيها حبال وفيها بوليز، لازم تبدأ تحلل الديسبليسمنت بتاعت كل كتلة عندك كفانكشن في اطوال الحبال. يعني هنا اقدر اقول ايه؟ هنا اقدر اقول ان انا عندي 2 الاس اي زائد الاس بي بتساوي L. ليه؟ لان انا عندي هنا جزئين من الحبل متصلين بايه مقابل جزء واحد بس متصل ببي، وبالتالي كل ما انا هنا هتحرك مسافة 1 متر هلاقي ان الاس بي عندي بتحرك مسافة اقل. يعني لو انا جيت عملت تفاضل قلت 2 دلتا اس اي او دي اس اي زائد دي اس بي بتساوي 0، هشيل الدي دي وحط دلتا كنوع من انواع ان انا بكبر الديفرنشال بتاعي، فاقول 2 دلتا اس اي بتساوي دلتا اس بي. فابدا اقول
ان انا الاس بي عندي كدلتا كدلتا، لان انا هنا بعد ما سبت من عند نقطه A بدات اقيس فروم زيرو لحد ما طلعت، فبدات اشوف الاس بي بتاعتي من الداتم بتاعي ان هو قال لي بتساوي 2 فيت، اذا البي هلاقيها بتتحرك او الاي هلاقيها بتتحرك 4 فيت. اقول تاني ليه؟ لان انت لو جيت تشيل الخيط ده هتلاقي ان الطول ده والطول ده مجموعهم بيساوي الطول ده، او بمعنى اصح ان الحتة دي والحتة دي والحتة دي مجموعهم بيساوي الطول بتاع الخيط كله، وبالتالي تبدأ تتعامل مع الديفرنشال بتاع الديسبليسمنت. لو جيت افاضل هنا تاني هلاقي ان 2 VA بيساوي، اسف هنا في سالب، بيساوي ال VB بالسالب برضو. فهنا انا عن طريق العلاقة ما بين اطوال الحبال، ان انا عندي هنا ال SA لو ده نزل لتحت شوية، فانا بتكلم على ان انا عندي هنا في، فانا بتكلم ان انا عندي هنا الجزئية دي عبارة عن الـ SA بتكرر مرتين في الحبلين دول في مقابل ان الجزئية دي اسمها الـ SB بتكرر مرة واحدة بس في الحبل ده، بالتالي اقدر اقول هنا ان انا عندي 2 SA زائد SB بتساوي L. افاضل لحد ما اوصل العلاقة دي، معايا العلاقة دي ومعايا العلاقة دي، اقدر من خلالها اجيب الـ VA والـ VB. يبقى مهم وانت بتتعامل مع المسائل الخاصه بالكاينتكس الورك والانرجي كونسبت ان انت تبدا ترسم الفري بودي دايجرام، او في الاول تدرك هل انت عندك في فورسز ستبذل ورك. اول ما تشوف فريكشن اعرف ان في فورسز ستبذل ورك، اول ما تشوف تنشن في حبل اعرف ان في فورسز هتعمل ورك، سبرينج نفس الكلام. اول ما تعرف كده خلاص ارسم الفري بودي دايجرام بتاع كل ريجيد بودي عندك. لو انت عندك في سيستم من ريجيد بوديز تبدا ترسم الفري بودي دايجرام للسيستم از هول، وبعد كده تبدا تشوف ايه هي القوه اللي موجوده عندك اللي ويل ورك ديسبليسمنت، يعني هتبدا تعمل عندك ورك القوه العموديه على اتجاه الحركه دي ودي مش هتبذل ورك لان الفيكتور برودكت بتاعها بصفر، ردود الافعال لا تبذل ورك لان دي تمثل حاجه في الاستاتكس ان الجسم اساسا مش هيتحرك في الاتجاه دوت، زائد ان هي اصلا بيربنديكولار على الحركه. تبدا تشوف الشد في الحبل هل هيلاشي بعضه زي ما احنا شفنا هنا 2 تي لاشت التي مع التي، فتبدا تشوف ان انت عندك هنا المسبب للحركه انهي قوه، وتبدا تحطها ناحيه الشمال بالديسبليسمنت بتاعتها. واحنا هنا غلطنا ان احنا ناحيه اليمين لازم نحط القوه بكل ديسبليسمنت بتاعتها لان ده ورك وليس فورس بالانس، بالتالي بتبدا تحط كل قوه بالديسبليسمنت بتاعتها. وناحيه الشمال برضو بتبدا تحط ايه القوه دي ستقول في الاخر لايه، ايه هو اللي انا عايزه من الفانكشن، عايز سرعات، عايز كاينتيك انرجي، تبدا تحطها برضو ناحيه اليمين من الايكوال، وتبدا تعمل المعادلات بتاعتك. لو لقيت حاجه ناقصه بتبدا يا اما زي ما عملنا في المساله اللي فاتت تتجه للكاينتكس للكايناماتكس، او ان انت تبدا تحلل الاطوال بتاعه الحبال وتجيب علاقات ما بين الديسبليسمنتس، تفاضلها تجيب علاقات ما بين الفيلوسيتيز.